احنا هنتكلم معاكم في مقدمه كده، هاخد رايي فيها الضيوف كلهم اللي معايا في، وانت بقى قولي رايك وقولي لي بقى رايك يا منار. في سباح الماني عنده 106 سنه، خلاص قرر ان هو يعلم الاطفال السباحه، ان هو يعمل حاجه ايجابيه بدل ما هو يبقى عنده فراغ طول ما هو قاعد. قرر بعد 106 سنة؟ لا، قرر من 35 سنة بعد ما اتحال على المعاش، ان هو من سن 70 تقريبا او حاجة كده، ان هو خلاص انا مش هقعد في بيتنا خلاص، وانا هبتدي اعلم الاطفال السباحه علشان خاطر ما ازهقش او عشان ما يجيليش احباط. كان عنده حاجه نوبه قلبيه، فبصوا على الفيديو اهو، مدرب سباحه عمره 102 سنه، انا اسف مش 106 سنه، يكشف سر لياقته، ان هو كان عنده لياقه غير طبيعيه، وقرر كمان ان هو يعلم الاطفال، كل الاطفال الموضوع ده. حاجه لذيذه جدا. قولوا لي ايه رايكم؟ ايه ريتاج رايك بما انك انت كده صغيره؟ هي مش صغيره، هي قولي له انت عندك ايه في السباحه؟ لا استنى بقى تقولي لنا في الفقره بتاعتها. بس ايه رايك يا ريتاج؟ حاجه كويسه يعني، انت حاسه ان الواحد لما يكبر فيه، احنا عندنا في الثقافه بتاعتنا ان ناس كتيره جدا بيقول لك خلاص يعني هو بعد ما شاب ودوك كتاب. ايه رايكم؟ ها قولي لي رايك يا دكتور. فكره ممتازه ورائعه وهدف للاستمرار في الحياه. حاسه ان ده بيفرق جدا 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 جدا. يعني انت ممكن تتخيلي نفسك مثلا وانت عندك 70 سنه تروحي تتعلمي رياضه تعملي ده، و80 سنه. وايه رايك انت في الموضوع ده؟ رايي انه في الثقافه الاوروبيه الانسان مش المفروض يعيش حياه واحده، يعني مثلا كان هو اصلا بيشتغل شغلانه ممكن يشف كارير في النص، وهو عمل الصح انه عشان يعيش حياه اخرى، عمل شف كارير وتعلم حاجات كتيره وبيعلم ناس، هو بيعيش اكتر. وبعدين هدف سامي جدا ان هو كمان عمال بيعلم الاطفال. قولي لنا يا جوزائيه، قولي لنا يا منار، ايه رايك؟ لا انا شايف انها حاجه حلوه، يعني الواحد طول ما هو عايش طول ما هو بيتنفس يقدر انه يعمل اي حاجه، يعني السن مش مقياس خالص. طب تفتكري يا ريتاج ليه عندنا الناس الكبار بيقولوا ان انا خلاص بعد سن الستين انا اتكسف انزل اتعلم حاجه؟ يعني انت من وجهه نظرك حاسه ليه ممكن الناس ممكن تتكسف تتعلم حاجه؟ مش مفيش حاجه في بالك. طب ايه تفتكري ليه الناس بعد سن الستين او بعد سن السبعين بيحسوا انه خلاص ريتايرد متقاعدين؟ هو زي ما استاذه هاني قال، هي ثقافه، هي ثقافه، هم عندهم هناك ثقافه انه لا انا مكمل، انا الحياه ما وقفتش طالما عايش وبتنفس. احنا هنا عندنا لا، بقول لك خلاص بقى هعيش قد ما عشت، هعمل قد ما عملت، ونفضل بقى قاعدين كده مبطبطين في البيت لغايه لما طيب خلاص. يبقى احنا بقى النهارده احنا هو دعوه بنقول لكل الناس ان مفيش حاجه اسمها السن. انا متخيل جدا ان الناس ممكن تبقى في الاول مزمزقه، يعني في حاجه اسمها ان انا عندي 60 سنه هنزل اروح النادي واتعلم؟ جربي او جرب، مفيش حاجه اسمها لا. السن هو عباره عن رقم بس، احنا لازم نسبورت نفسنا بنفسنا. فقرات كتيره جدا عندنا، فقره المطبخ، وهنتكلم ازاي على قد ما نقدر نطلع بالاكتئاب. ريتاج هاني طبعا هتلعلع الشارع بقى النهارده، وهيبقى في فقره اسمها فقره انا اخترت. انا اخترت منتج درسته كويس جدا 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 علشان اقول لكم عليه، علشان اقول لكم ايه الحاجات الغلط اللي بتتعمل وايه الحاجات الصح اللي المنتج هيديها لنا. فقرات كتيره في شارع النهار على قناه النهار، استنونا.